أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. مقتل وزير الداخلية الأوكراني قبل قليل في حادث تحطم مروحي. لقي وزير الداخلية الأوكراني حتفه في حادث تحطم مروحي قرب العاصمة كييف، وقال قائد الشرطة على فيسبوك اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة ببلدة بروفاري الصغيرة، وكان من بين القتلى نائب وزير الداخلية أيضا. أنباء عن ارتفاع معدل الضحايا والمصابين أيضا، ما لا يقل عن 22 مصابا حتى الآن و18 شخصا لقوا حتفهم. تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل بمنتهى الدقة.